أهلا وسهلا. سيدتي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نجاة، أهلا حبيبتي، أهلا عزيزتي، كيف حالك؟ كيف حالك الحمد نجاة؟ كي دايرة والله ماليزيا؟ كله روعة روعة. كالعادة ماليزيا دائما هدوء، ناس هادية، زين يعني، أوكي، المو زين ينطبق على ماليزيا. كيفاش عايشة الكونفينمون؟ أو الكونفينمون من أكبر النعم، أنا من لي مدة من بديت الكونفينمون قبل ما يبدأ. ف روعة كبيرة، أنه خلاص كوم سي أون تو ليميت، ما تخرجيش، طبعا عليك يقولوا بأنك تو با دوغ سورتير. ألو خلاص، يعني في راسك فكرة أنك تخرجي وديري كلها تمحى، يعني وكأنه البروغرام يتبدل كومبليتمون، توضع نوتر برنامج آخر، قال واش رايحة ندير برك. إي صح، بزاف 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 مع ولادك في الدار وكذا، كثير من النعم اللي كان ضايعة ما كناش شايفينها مليح، قلت وكأنه تستقيها من جديد يعني، أوكي؟ بالعكس يعني. سورتو لو روتور فيغ سوا. لو روتور فيغ لا فامي. القعدات نتاع العائلة، أنا قلت إنه كانت تكملون حول الإنترنت. أنا هتكتمل الحكاية الكونفينمون صح، يعني تقعدي أنت والناس في الدار مقابلين سيتو. السكن. عام، إيش كو بوفي كريي أونسومبل سون ريان. واو، سو سخي. يمكن الله كاين ناس ماهيش واجدة الحكاية بهذا الشكل. سي بور سا كو قاعدة الحكاية والإنترنت وسون كومون. زيادة على أنه الاقتصاد واو رجع كبيرة في العالم، لو كان تزيد تروح أونلاين وتروح الإنترنت وكسا راح يكون نزول رهيب. خلينا كيف ما رانا هيك. إيكوا دو تخيت أنكور بوسيبل. يا قريبا أنصار الدورة في بسكرة إن شاء الله، لا فونداسيون، دورة الأساس. دورة الأساس في بسكرة في الجزائر. هي أول مرة راح تبدأ في بسكرة بالمناسبة. درت كثير من دورات أكسس بارز، ليسين بارسيال، حتى دي بروسيسوس. أما دورة الأساس أول مرة راح تبدأ. في ناس من بسكرة كثيرة اللي شاركوا في دورة الأساس جودة العاصمة، لما كنت محضر في الدورة كنت نشاهد دورة الأساس هناك. كل اللي حضروا إن شاء الله بالك يعودوها معك. وهذه المرة سارة اللي راهي تحضر لك في بسكرة صح؟ سارة، سارة وهاب. ذكية جدا سارة، ما شاء الله عليها يا. نشاط وحيوية وإنرجي، إنرجي طاقة طاقة رائع ما شاء الله. حبيبة تمنيت أن يكون معاكم، أما ساعة ساعة يمكن نخطفكم أونلاين، بعثوا لي شوية يا بكل فرح. بكل فرح الله. أنا جاي بتيت كيسيون تو بوزي، لأنه بالأصل لما سمعت أنا أنصار راح أدير دورة في مسكة، أنا اللي اتصلت بها قلت لها ناس بلادي عزاز عليا، ناس ما شاء الله يعني في فكرة الوعي يسموا ناس يعني طوقين أصلا بالانتقال في مقامات والوعي. فلو كان نعمل أنا وياك فيديو نحكو على الفونداسيون، نحكو باش نزيدو ندخل للناس أكثر، حكم أنصار ما شاء الله عليها سي إف ديجا. أوكي، أنا ممكن مشيت في أكسس ولحد الساعة عاملة 8 دورات أساس في ويت 8، أوكي، حتى مع جافي دين كان أونلاين. دونك عن يعني ما نقولش أنا عندي فكرة كمعلومات، أما صراحة جد لا غراتيتيود يعني امتنان رهيب 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 رهيب، رغم انه في المده الاخيره لا اشارك ولا انسحب كليا نظرا لامور داخليه بيني وبين ذاتي، فإلا انه الشيء اللي خلاني انتقل هالنقله الجباره امتنان كبير اكسس كونشسنس بكل صدق بكل صدق. ولهذا انا اتصلت بك شخصيا، مش انصار اللي اتصلت بي، انا اتصلت بانصار قلت له خليني نعمل فيديو ونحكوا على دوره الاساس، ماذا بي الشيء اللي نعيشه أنا، يا ليت قومي يعلمون الأمور اللي قاعدة نعيش فيها وتنصيب كل البشر تعيشها، فما بالك الناس اللي قرب عليك وعزاز يعني. ألوغ ما بخلي لاكسيون راح نقول لك، أعطيني أنت، أنا لو كان تقولي لي مثلا قبل دور الأساس وبعد دور الأساس واش صرا، شو تخي كونسيونت، أوكي، أما خليني نبدأ بك أنت، خليني من دورة أكسس بارز أند سون، أوكي، أكيد حتى التغيير ما شاء الله، أما دورة الأساس، أول دورة أساس عندك أو ممكن الثانية ممكن الله أعلم، أما أحكي لي وش عملت معك يعني أنصار قبل دورة وأنصار بعد دورة الأساس.
ديجا شكرا على الاستضافة ديالك، شكرا على الدعوة ديالك نجات، فعلا اعتز بها. وسبحان الله كنقولوا باننا سافرنا مشينا لشي بلاد، ولكن احنا ديجا وطنيتنا مهما مع العلم اننا احنا كائنات لا محدودة دي زيت خانفيني، مي كتبقى واحد الحب للوطنية، وهذا برهنتي عليه، كتبرهني عليه اكيد لاتصالك مع بلادك. ولكن ايضا انني قلت انصار عرفتك غتجي للمدينه ديالي، وانا بغيت نهضر بغيت نستضيفك بالضبط. هذا فعلا شكرا، كانت مبادره ديالك واعتز بها واشكرها. اذا شنو الاول فونداسيون ديالي اللي اختارتها شنو دارت لي؟ فعلا كانت ديجا باش قبل ما نختارها ما يمكنش تقول شنو دارت لي من بعد، مي قبل ما نختارها ما يمكنش تجي وتقول غادي نختارها. اكيد كاين شي حاجه اللي وقعت قبل اللي خلاتك توصل لسؤال واش نختار الفونداسيون ولا لا، واش نديرها انا. يعني واخا تقول انا غنديرها، اكيد كاين شي حاجه قبل. فانا قبل كان عندي وصلت لواحد كنت يلاه ولدت الابن ديالي اسحاق، وقلت سبحان الله قلت انني انا ام وأصبحت أم وخصني نتعلم كيفاش نتعامل مع ولدي، نتعلم الأمومة. وخا هي كاينة مي خص أكيد كاينين وسائل اللي خصنا نتعلموهم ولا خصنا نخرجوهم من عندنا، ولكن خص آليات، خص تمشي عند أهل العلم وداك الشيء. فأنا دخلت نقرا فورماسيون ديال لابارونتاليتي بوزيتيف، أنا الغاية ديالي أنها نقراها على ابني باش نتعامل مع ولدي. فكانت أنني قريتها باش نتعلم شكون أنا، فكانت أول مرة غنفهم أنا عارف بشكل واعي شنو هما لي تامبر بسيكولوجيك اللي كيلصقوهم عليك، شنو هما لي زيتيكيت، شنو هما كنقول هادشي أنا عندي، اكتشفته في ديك لا فورماسيون، هادشي أنا عندي وهادشي أنا هزه وكيقولوا لي شي حوايج، ولكن أنا فعلا ماشي هادشي هذا. ففهمت بأن هادوك لي زيتيكيت غير معتقدات اللي كيخديهم وصدقتيهم. فمن ثم كبدا المشوار ديالي. كاين اكيد كاين عتبات، كاين خطوات، مي كاين بعض الاشياء اللي كتجيك وكتعليك وما كتكونش خطوه قدام، داك تكون خطوه كبيره. فديجا الانجاب كانت خطوه كبيره، وكان شنو باغي القلب كانت خطوه كبيره، وكتجلى عن مجموعه ديال مختلف الطرق. فانا بديت كنقول اوكي انا حامله هاد الزيتيكيت، حملاهم عندي هنا عندي بارتو وصدقتهم، وما غير المجتمع تقضي المجتمع نعم يعني عبارة عن تعطات لك أو صفات طب العائلة والناس يتوسهم، أنت صدقتي بلي هذيك هي أنت صدقتها ولات ايدونتيتي ديالي. اوكي دونك انا صافي بديت كنصدق بانه هذيك غير جايه من الخارج داروها لان اجل الانتماء للمجتمع، الانتماء لواحد الوسط معين، الانتماء لواحد الشكل معين، الانتماء لواحد الفكر معين. خلينا نكون انت سبيسيال. اعطيني بعض التسميات اللي كنت تشوفيها باللي كانوا يعطوا هذوك، خلينا نكون اكثر عمقا. والله انا كانوا كيقولوا لي ماشي اكثر عمقا، بغيتي ديري لو بوين لا. كانوا كيقولوا لي مثلا انصار دائما كتعطل، انصار دائما انا ماشي بغيتي اكثر، ما بغيتيش اكثر ريسبكت، بغيتي نقص لك الجرحه باش الناس يغيزوني فيهم. كانوا كيقولوا بان انصار غير تهضر معاها كتبكي، انصار كتقلق دغيا. فعلا كانوا غير كيضحكوا معايا، كنت كنبكي. صديقاتي وكنت في الجامعه، يعني ماشي ملي كنت صغيره، ملي كنت في الجامعه كانوا كيهضروا معايا قد هكذا كنبكي. كان عندنا الحب لا مشترك في العائله، يعني لما جبتيش لي ديبلوم ولا ما جبتيش وما عندكش واحد المستوى ديال جامعي، فبكل صراحة هي أنت لست محبوبة ولست مقبولة في العائلة. فبعد عموما كان عندنا هاد، كانوا أشياء اللي كتقلق كتبكي بكاية، ما هادشي كامل صراحة
الآن فكي ضحكوا معك نضحك أستقبل. وكاين أشياء أخرى اللي غادي تقال في وقتها إن شاء الله. هذه تكفية معناها فكرة أنك كنت صدق هذه الأمور بالأصل كنت تمشي بها وأصبحت عندك سلوكيات أنا صدقت الآخر. لا أنا كنتش كنشوف راسي من غيرها، أنا هي هذيك الشيء اللي كيقولوا لي الناس. فمن بعد ديك من بعد ديك لافورماسيون أنا بديت كنقول أوه أنا بغيت نحيد هذا الشيء، لأن أنا لست داك الشيء اللي كيقولوا لي، أنا حاجة واحدة أخرى، شكون أنا؟ فدعيت من كل قلبي أنني أوكي غادي نمشي ندير اون روتريت فيها مع 3 بيرسون وغنمشيو نديرو باش نجلس مع راسي. بدا نقلع 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 كل وحده من مور ديك. قلت لصاحبتي اش نتي توجدي العصير، نتي توجدي هذا توجدي هذا، فقلت غندير روتريت. ما كنتش كنعرف اكسس، كنت كنعرف شي حاجه ديال الانرجي اكيد، ما كنتش كنعرف اكسس. ما علينا، الزوج ديالي سمعني سمعني كندير مع صحاباتي هكذا، وقل اوكي. مشى كيقلب، مشينا لواحد موراها، مشينا لواحد لو سالون، سالون بيانيتر، معرض سالون بيانيتر. وشحال وانا تندور، مشينا انا والزوج ديالي واحد الساعه، وراني داني لواحد لو ستوند، قلا خرجنا شويه داني لو ستوند، هو اللي وراني اكسس ويقول لي انصار انت كتقلبي على هذا الشيء، ورقنتي كتقلبي على هذا الشيء. ويبين لي لو ستوند، كنهضر مع السيده، قال لي انت كتقلبي على هذا الشيء. قلت له شنو هذا الشيء؟ ويهضر لي على اكسس كونشسنس ويقول لي انت كتقلبي على هذا الشيء، سيري تعلمي هذا الشيء. لا قال لي سيري ديري هذا الشيء، غدير غير دي سيونس، حيتاش سمعني قبل باغا ندير روتريت. نجلس نقلع هكذا، انا كنت كنشوف راسي نقلع لي تيكت الاولى لي تيكت الثانيه. ما علينا، درت لا بروميير ديال اكسس، من موراها درت فونداسيون. سبحان الله، بعد المرات بعد التجارب ما كيكونش عندك ذره شك، فكديرها لان ربما ما عرفتش علاش كديرها، كتمشي نيشان، ما عندكش لو، ما كاينش داك لو تو سابوتاج ما كاينش. فمشيت درت في باري، درت فونداسيون اي سي ان كادو بور مو. اكتشفت لي بار، مشيت درت بروميير فونداسيون. الواحد ملي كيهضر معاك، بعض الناس كيهضروا معاك فكتختار بدون سؤال بشكل واعي، من الجسد ديالك شي حاجه فيك كبيره هي اللي كتديك. فمشيت وفعلا ما درتهاش عند اي واحد، درتها عند مينا جول، انا ممتنه لها. درتها في 2015، ومينا جول احنا عارفين القصة ديالها، كانت توفات ليها، عندها قصة ديالها. فسبحان الله انا درتها تقريبا، درتها في مارس، مشي درتها. هدرت لينا على الموت، هدرت لنا على التجربة ديالها، هدرت لنا على شحال من حاجة. اوكي سيتي صعب نشرح لك شنو هي لا فونداسيون، شنو عشت، سي عوالم، سي بسبيلا. انا اردت زلزلة، ما معنى زلزلة الفونداسيون؟ زلزلة، وخصوصا للواحد. انا شخصيا ما كنتش متعمقة في الطاقة بكل صراحة، انا كنت جوست بيولوجيست ارغونوم، درت هادشي لراسي باش نشافي راسي، فماشي قريت شنو هي اكسس، مشيت دخلت اكسس نيشان. فمور الغريب هو انه مور اكسس، مور لا كلاس فونداسيون، في ماي توفات لي الأخت ديالي. هو ما هو أقوى، ماشي هو قبل. فاللي أنا تجربتي الشخصية اللي هي دورة الأساس الأولى، هي ما حصل بعد دورة الأساس، هي أنني كان موت ديال الأخت ديالي، الموت ديالها بشكل غريب رحمها الله القدس، الموت ديال الدفن ديالها هو كان غادي النهار اللي تدفنت، كان غادي يكون العقيقه ديال ابن الاخ ديالنا. فالورد اللي تشرى في العقيقه هو مشى للقبر، فزينت الدار لاجل العقيقه، فلا زينت نهار الحد اللي تدفنت هو النهار الحد اللي كان يكون العقيقه. فانك انك انت انا غدا المغرب تجهيزي ذلك السفر المقدس،
فعلا كان تجهيز العقيقة كله مشى للأخت ديالي. فين ماتت؟ ماتت في اللي هي كانت ميديسان كارديولوج، مشات وهي كتقضي المهمة ديالها، ماتت في لوبيتال. آخر حاجة دارتها أنها هي مشات وهي عيانة لوبيتال، مشات شافت واحد المريض ديالها. جي آخر حاجة دارتها هي أنها مشات لوبيتال وماتت في لوبيتال، يعني وماتت في ماتت في السيارة، وكانت تحتضر في السيارة وكانت تحتضر لوحدها وماتت مشاهدة. ف باش انا ندخل، انا جايه للمغرب باش نحضر العقيقه، فجايبيني هي توفات جمعه في الليل، انا والسبت هي الخميس كتعيط لي كتقول لي انا فرحانه غتجي تاتاتي تاتاتا. انا نهار السبت نهار اللي دخل الدار جا الاخ ديالي، ما علينا دخل قبل ما نوصل الدار قال لي بغيت نقول لك شي حاجه. المهم قال لي راه توفات، صعب انك صعب، انا جايه ماكيي وفرحانه وشاريه لك. فدخلت كندخل الدار كنلقى انا ما صدقتوش. قلت لي الدار احنا عارفين الجنازه في الدول الاسلاميه كيفاش كتكون، الدار عمراء والقران بادي وكلشي، لا واش الرجال لابسين جلابويات والخزانه والدار والقران. دخلت كنقول لهم كنشوف داكشي الناس كاملين، لحت ولدي اسحاق وكان جري كنمشي عند ماما كنقول لها ماما فين يا قدس، تقول لي قدس مشات الله يرحمها. فا اوكي الدعوه اللي كنت كنقول هي صبرني يا ربي الحبيب. انا اكيد ما مصدقاش، ولكن اللي كنقول هو صبرني يا ربي الحبيب صبرني. لا غدا ملي شفتها في لا مورغ سي كلك شوز كي بيزار، يعني لا مورغ جابوا القبر ديالها للدار كيقراو عليها القران، وانا بقيت كنبكي واحد الساعه. ويتقول لي انا في لو سيركل قدامها تقول لي ما تبكيش فرحي ليا. فهاد شي خرافي اللي كنقول لك، يعني ماشي اي واحد يصدقوا، ولكن انا كنقول لكم كيف ما باسكو جي فيكو سا افيك ان مور اوكي كي بي بروش يا توت ان ديالوغ يا في توت. قالت لي انا فرحانه، انا فرحانه ففرحي ليا. وسيتي من تما كانت كنقول واو، انا ما تلاقيتش مع اي، يعني كان اكيد كاين صعيب قبل كانوا دي زاكسيون من بي ومنها من مورا، يعني ثلاث ايام انا ملي كنمشي مشيت كنعيط للناس ثلاث ايام كنقول لهم مرحبا ثلاث ايام عندنا ثلاث ايام كديروا واحد الوليمه وملي ديجا ملي خرجين لو سيركوي ديالها مخرجين، انا كنشوف عروسه خارجه، انا كانت الصلاه على النبي داكشي كنشوف عروسه خارجه بداك نقول دونك انا معلينا. النهار الثالث كنقول لهم مرحبا بكم في عرس اختي. فانا كنت انا بواحد القوه، يعني انا سمعت قال لي سوا غادي تسمعت سوا غادي تكوني انت او ستكونين هم، فكل شيء كيبكي. فاليوم الثالث الاخت الكبيره اللي الاخت الكبيره خصها تحزن وداك الشيء، فقلت لا انا ساكون انا، فيما كانتش قوه داخليه اللي كوني انت. فمشيت درت الماكياج، لبست لباسي، لبست لبسه بيضاء لان قالت لي هذا عرسي، لبسي لبسه بيضاء. مشيت كندق على جيران كنقول لهم مرحبا بكم في عرس اختي، فهما سوا يقولوا هذه حماقه يقولوا هذه تصوتات سوا يقولوا شي حاجه. ماما شافتني قالت لي مي لا وانت شطحي كاع. قلت لها ماما بكل احترام، قلت لها ماما كل واحد يعيش حالته كيف ما بغى، فخليني نعيش حالتي. ففعلا ومن ثم تغيرت، علاش هذه القصه هذه لان في قصه حقيقيه وستي جوست ابري لا كلاس فونداسيون. سيتي ا لا فونداسيون كانت تقول امور مختلفه تماما. لا فونداسيون كانت رحمه، لا فونداسيون كانت رحمه لي وبي وبالناس اللي كانوا حواليا. لو ما كان هذيك كانت توام الروح اختي قريبه ليا، لو كان ماتت بديك الطريقه لو كنت فريمون كنقول حماق، لو ما كانش داك لا فريمون ما عرفتش كيفاش نقول، لان ماما الان هي فعلا صعيب عليها، ليست راضيه بما حدث. فانا كنشوفها فرحانه. والغريب في هذا هو ان فيما كتكون الموت، فانا بالنسبه لي معتقداتي وعقليه ديالي على الموت، شنو الافكار ديالي على الموت تغيرت. كنقول الموت هي كذبه، هي ليست نهايه، هي فقط كتحيد لو كوستيم دو شير ديالك وكتحطو وكتسافر في عمرك. انصار اعتذر دقيقه بك احمل ادم ونرجع بسرعه. واخا تفضلي.
إذن كم دونك أنا فعلا علاقتي مع الموت تغيرت بشكل بشكل جذري، فعلا جذري. فالموت هو وسورتو لا مور ني با اون فان اف اي ان، ليست نهاية، فهي بداية لحياة أخرى فعلا، لا للناس اللي كيمشيو ولا الناس اللي كيبقاو، هي بداية نور. فهذه من سيتي لانسيدون اللي وقع جوست ابخي لاك لا فونداسيون. وبالغريب انني ما درتهاش مع اي واحد، درتها مع شخص لا يعطيني اكثر، وانا ما اختاريتهاش. شي القوه اللي عندنا كبيره هي اللي داتني، يعني ما جوغي بين اني نمشي عند ناس بحد اخرين، ما مشيت عند اللي كانت خصها، لان بعض المرات حنايا كنختاروا لان غير لو تيتر، من بعد المرات خصنا نخليو القوة ديالنا ولا الجسد ديالنا هو اللي يدينا نختاره بوعي وبلسأتخ بتسليم، لأنه كل النوايا هي نوايا الروح، هو الرغبة تأتي من النفس، أما النية تأتي من الروح. لما تكون نية قوية ذلك شعره، مثلا أنت ماشي بإذن الله بسرة، أنا أرى بلي الناس راح تحضر لك، الناس على ترتغي حقا التغيير. التغيير اللي سيصيبها هو كان عنده لمسه كبيره في حياه الانصار، اي سي بورسا راح توقع هاد لا كونيكسيون. اوكي يا يا دي بيتي كوبيون نو صافا سمعيني؟ لا صافا كنسمعك. وي وي كنسمعك. سمعي فيا؟ لا كنسمعك. كنسمعك. انا شطوط ان بو مال معليش نحكي انا ما بتيت اكسبيريونس avec la première fondation. OK la première fondation très bien moi aussi la première fondation c'était ma un Karim c'était sa première fondation Lilian et elle est déjà psychologue et بعد هذيك la fondation الإشكال أنه أنا كنت في الأول وقعت حطيت توقعات بعد الفونداسيون من الفونداسيون أسكو سمعت بزاف فونداسيون 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 أوكي حطيت بزاف توقعات أنا والمجموعة اللي كانت في المجموعة كبيرة وحطينا بعض التوقعات وأنا باسو ديتخير هذيك التوقعات لما كملنا الفورماسيون الكل كان يتوقع باللي راح تصرى معها أمور راح تصرى هي كانت صارية معنا مي إحنا كوم لوبجيكتيف تاعنا كانت حوايج أخرى ما كناش نشوفوا في التغيير اللي كان يصرى أما التغيير كان زلزال اللي صار أولو بعد مدة باش بديت أنا أتفقد واش صار لي في تلك الفترة باش واو هذا الشيء كان أول حاجة كانت أن غرون ماسك اللي تنح وكنت لابساته قبل وما نعرفش نمشي بلا بيه هو أني نسيس الناس الكل وأنا أون ديرني يعني الشعب الكل يفوت قبلي وأنا معليش نجي بعد أسكول قبلي أوكي وكنت أعشق الآية هو يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة هو معناها مختلف تماما وأعمق أما أنا كنت حطتها كمعيار أنه أوكي باش نصبر روحي عليك أنا نقعد أون ديغنيي والناس يكون قبلي حتى يجلسوك الناس حتى باش توضحي أمور باش لاس تو باسي جو لاس هو كل شيء ما ويروح كل شيء قاعد مسجل بالجسد جسدك قاعد يتعب ويعاني تسا لأنه أنت قاعدة لم تهضمي شيء إسراء وعقلك قاعد يوهم فيك باللي ركي هيلة ما شاء الله عليك وركي مسامحة ورا وعف ورا ومدارة يعني ديتيد مسميات قاعد نمشوا بيها أما أنها حقا قاعدة سين فونكسيون مال داخل الله أنا كنت حاطة باللي سي بون راني صحيحة لكل شيء أول حاجة بعد لا فونداسيون جو مغابل لو لوندما ديز التليفون اي جابيل اون بيرسون بغدوة هذي صباح يا أول مرة في حياتي يكون قبيحة بذلك الشكل يعني تقريبا مربت بها الضرب كما نقولوا احنا هي غلطت في حقي الإنسانة أوكي أما أنا ولا عمري نصرف بذلك الشكل أكون جد صريحة
جبت لها ليستوا واش صرا واش صرا واش صرا واش درتي واش درتي كذا كذا اي سي تي اوز تتجرئي تتجرئي يوما ما تصرفي معي بهذيك الطريقه او بتلك الطريقه ولا ننسك من الحياه جابي ستين اي سي تي اوز بعد جو مدي مي سي كوا سا سي كوا سا نحيره في روحي سي تي فورس كو جاريفي با كونتري بعد بدات تحكي في الدار مع العائله مع جيتي واو جاريفي با كونتري سي تي فورس انكرويابل بعد مده بديت نهدى شوي بديت نعاود نرجع في ديك المشكل المصري واو اول حاجه تعلمتها جي ابري ا دير نو جو با سافون ما انا كي نكون هايله هايله ما الكل سيستفيد معي بالراحة وطبعة جديدة اللي راني فيها يا وأنا كنت مانيش مليحة كنت مخلية ظنا مني باللي قاعدة ننفع وهي لا هذا أنا قاعدة أتوهم خلي الناس تتوهم أيضا لأنه أنت انعكاس الناس والناس انعكاس لك يعني كنت مضر ظنا مني أني كنت ننفع وكما كنت لابسة الماسك انكونسيامون كنت تلبس في الناس دي ماسك الناس ما تتأثر بيك ولا ما تحبك ولا ما كذا كذا باي دوفين لي كوبي دو توا بلا ما يفيقوا ثاني مي اكبر اكبر زلزله كانت هي اني جي ابري اني اوندي لو بروميير ماسك لا كون با سافون موا سا سي تي بريمونديال بالنسبه للدور الاساسي الاولى خليك تكمليها فعلا هذا احنا عندنا بزاف ديال لي ماسك وخديناهم من موروث ايضا ديني ثقافي وفعلا كان ناديو بزاف بزاف الجسد ديالنا والروح ديالنا كذلك لان الروح جات باش تكون كما هي بعظمه ديالها بالكينونه ديالها بالغنى ديالنا فاحنا كاين مجموعه ديال كنخبعوا داك الشيء ما كنبغيش نديروا راسنا ولكن خير مثال على الطبيعه ديالنا هما الاطفال ماشي كاملين بعض الاطفال كيكونوا داك الليغويزم مي كونسيون انا بغيتها ما يعطيهاش لك ففعلا هذيك فقد وحنا هذه مثلا ملي كنكونوا مع طفل حنا كان ما وراءه الطوفان المهم هو يحمي ديك اللي يقول اللي حنا فقدناه ماش فقدناه تمرناه ودفناه ف ما يمكنش تكون دعم للاخرين حيتاش انت من tu fais partie انت منتمي للاخرين انت في واحد الوحده ما يمكنش تكون داعم للاخرين ولا اكبر دعم ما تكون واحد الدعيم صغير ما لا يمكن ان تكون اكبر دعم واكبر مساهمه للاخرين والاول منهم انت الا ما كنتيش نفسك كنفسك الا ما كنتيش فريمون كتغذي نفسك وكن نفسك ستكون انت فانت فعلا فعلا كتقتل وانا كنقولها وعارف علاش كنقولها كتقتل القتل البطيء نهار على نهار ساعه بساعه كل ما اي حاجه ما كديرهاش اللي ما كتناسبش واللي ما كتعليكش واللي ما كتزيدش داك التوسع ديالك فهي هي كتقتلك ففعلا الادوات ديال اكسس مثلا الناس اللي وصلوا الاكسس الا وحنا خدمنا قبل ما جيتيش وغتدخلي الاكسس فعلا كاين سعي قبل كاين جهاد كاين اجتهاد كانت مثابره عن طريق لي دوتي وفعلا اكسس كيدير لك للذي هو مستعد ان يكون هو مع رغم رفض الاخرين لما لحلته ولا لنسخته الاصليه اكيد اخرين غيمشيو ولكن الطبيعه تكره الفراغ فاذا مشاو ما تقلقوش ما نغضبوش اكيد ملي كتكون واعي ما تقلقش لانه كتكون في سلام غيجيو ناس اللي غيكونوا لك في كيكونوا لان هذا المثال اللي قلتي عليه نجات هو فعلا هو من بين عوارض والأعراض الخوف اللي كيخلينا أنا نحيدو لي ماسك كنخافوا أن الآخرين ما يحبوناش كنخافوا من الروجي كنخافوا أنهم يقولونا أنت عاجبك راسك ففعلا من الأدوات ديال الأكسس كتخليك تو سامبلومون ما كاينش دي ريبونس لكل كاين ما كاينش دي ريبونس كاين كيسيون لكل واحد دي بريز دو كونسيونس لكل واحد فالأدوات ديال الأكسس كتخليك هكذا كتكون باعدين مع راسنا معايا ومع الجسد ديالي الروح وجسد كتخليك في اتصال مع ذاتك
ولا اتصلتي بذاتك، ففعلا كتكون في يسر، كتكون في يعجز الكلام اللسان عن وصف هذه الحالة، لأنها تعاش ولا تحكى. فاسمعوا لي شكو ريزيمي الحكاية في حاجة أنه لحقنا إلى مرحلة بالحياة أنه يكون أصبح مع اعتباري الكلمة كالقاطية يعني ولينا أوكي تبع قوم تبع يتبرع الذين تبعوا من الذين تابعوا وراءوا العذاب. الكل عايش في عذاب، كل يشكل، كل تعبان، الكل مشكل، الكل يسعى دورة تدريبية تنمية ذاتية من لكي يخرج من هذا القطيع. فالكل بما هذا القطيع، فليس أنه أنت تدرك أنك واو أراك ماشي ماكش عارف أراك ماشي رمي مشي وفيك تيدرج كل أصلا رمي مشي وفيك ما على بالكش بها بالأصل، قليل من واعي باللي راني مشي فينا يا. أما قال راني نمشي إلا أنه الدخل تعبان مضروب وراني رايح كيفاش يتوسى جبوتات مضروب يكون شايف وراني رايح لأنه تاي وما نش عارف وراني كيف أختار يعني تعبان. والناس تسهي في روحها، نسي في روحها أمور شكليات بالحياة يعني ما بغيت طوموبيل بغيت دار بغيت راجل بغيت ولاد بغيت فلسة بغيت فضل بغيت صيد بغيت شكليات الكل يبحث عنها وبيك ما نخرجش لداخل لأنه يعني لو كانت توفر زعما عندي خلاص أنا سأسعد. إلا أن الناس توفر عندها اللي مش متواصل مع الدخل ولا يسعد، يبقى دائما في حالة بح 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 ما نمنه أنه يجي الخارج ولا راح يسعده. هذا أغلب الخلق اللي راهي عايشة هكذا طبعا بديك 99%. أما لما تجيك حاجة كيما أكسس كيما فونداسيون اللي أنا ممتنة اليوم يدي الأكسس كان شوسة بصراحة أوكي ف اللي فونداسيون كو جي رسو لما تجيك حاجة كيما هذه معناها أنت أوكي وصلت إلى مرحلة وين خلاص تمام يعني stop خلاص يعني راني تخليك تحمود لا جي اونفي دو اي جو نديري با كل واحد يحضر دورة اكسس فونداسيون معناها راه وصل لها المرحله نو no. ممكن واحد يحضر لها وممكن واحد يبريتون يتظاهر انه مستعد للتغيير. اروع حاجه انه الواحد كي سوا اونيت افيك لي داخلها من باب انه جي فريمون انفي دات فو موا غيان كو موا وما على باليش بالخلق الكل صراحه لانه لما نكون انا سأعرف ربي، إذا عرفت ربي خلاص سأكون من أفضل خلقي. معناها سنعرف كيفاش أنا أسقي خلقه، نعرف كيفاش أنا نعرف خلاص نوصل إلى مبتغى أو نوصل إلى قيمة معنى العمل الصالح ونقدر ننفع هنا. لما أنا واحدة من الناس لما جات فونداسيون بدأت تجبرني، بدأت تخرجني بالقطيع لأنه من بكري حاسة بالقطيع حاسة أوكي تبدأ تخرجي من القطيع. لما تبدأ تخرجي تبدأ تتفرجي واو كنت قبل يا الله كنت هنا كنت مع هذا ماسك كل وانا نحوس الرب الشعب كل وما يهمش المهم يرضوا عليا وبنت سميلة والعاقلة والناشطة والطيبة اللي ما تعرفش كلالة ما تعرفش ترجع حتى واحد وقصدوها برك ما تعرفش ستي دي زيتيكاتي كنت نفرح بيهم يعجبك مش تيما ليه نجات يا فكنت تلمو تبقيهم وتبقي بنتي خلاص تنسي كاريمون بلي راكي روح غير منتهية باللي راكي حاجة يعني الله سبحانه وجئت أنت بعده جاب هذا الوجود ككل فأنت أصلاً كنت قبل الوجود يا الله يا إنسان جاء بك قبل الوجود كله يعني ماكش حاجة شوية يعني راكي حاجة أي نار ما كيفاش تخلي روحك أنت تسود دي زيتيكات وتبقى حياتك مسطرة في أعمال روتينية وعلاقات وروح وارواح وحضر هذه وجيب هذه هنا 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 تتوقف الحياة هكذا. أكيد الأمور جميلة اللي نديروها كل يوم كروتين كعلاقات أما لو كانت تكون من زاوية أخرى من منظور آخر لا نفعلها راح يكون ساحر يعني سحر ممكن نفس الأعمال تبقى فيها نفس البيئة اللي تبقى معاها نفس الناس تبقى معاها أما إنتاجك معاهم تأثيرك عليهم مراحتك أنت في وسطهم مقدرين توصلوا كل مع بعضك لأنك يعني أنت تغيرت راح يختلف كليا أنا هكذا أرى الفونداسيون إذا كان ندخل الفونداسيون بشرط ندخلها وأنا طفل صغير يدخل يتفرج في المدرسة يعني ما يعرفوش قبل ولا كطفل صغير يجيب له هدية وما يعرفهاش خلاص وهاك من الهدية ومستمتع بيها وانت فيها طرف طرف بشي اكتشفها أما ما ندخلش بيه ديجا أمور مسبقة باللي بلا يا إما توقعات يا إما داخل باللي بلا بعد الفونداسيون راح هكذا 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 شي طفل قاعد يتفرج في الاتيلي اللي هو فرانس كومسا تعيطي له اسمه مثلا إسحاق ولا آدم هو مش يسمع فيه كل يوم هو اللي عند خاص ضايع هامل لا فونداسيون اللي يدخلها الواحد بهالشكل. ف
وما حاولتش يفهم كل لي زانفورماسيون لي ديتاي باسكو سي اون كلاس انرجيتيك تيبيكمون انرجيتيك جو ديري اي كونت مع الانرجي تاع انصار اي اي كونت لي دون لي فريمون دون حنا قبل ما نبداو دوزو بينا هاد نص ساعتين حنا نحكيو الامور الخاجره على حياتنا كيف تغيرت سيتي هبال سكون راكونتي ان بو وي ما اون سيتي حسينا بلي اون علي اكسبلوزي يا اي انرجي فريمون نان كروك مات انرجي قبلك بلا لي انرجي لي زين على alors pour moi une fondation ممكن الناس تقول لي بخيتا حايل اشتهر بارابور انا نقول حاجه واحده انا ما دغلا عليا حتى حاجه في الدنيا كنت صلوا يعني انا اغلى بكثير pourvu que ma vie change il change je dirais pas le changement pourvu que انا اسبح dans mes profondeurs est-ce que خمس تقول لك انا بغيت نقرب من ربي بغيت نعيش مرتاح ولي بالجنه ولي يا ولدي جات في لوكازيون ما تعرف الله ما عمل لي بعث لك الفتح ما سي با ما عمل لي جيت الفتح يا مفاهيم كثيره حتى المفهوم الموروث الديني تتغير امور كثيره فيها لا فونداسيون فيها حول العلاقات اكبر موضوع انا اعشقه انا قريبا انا وانصراح نديروا حلقات ديفيزيون نحطها على اليوتيوب حول العلاقات والعلاقات الزوجيه خصيصا فيها كثيرا عن الهموم فيها كثيرا امور حول الذات فيها كثيرا امور ايضا حول لي زوتي داكسس كيما راهم راح تكون بعمق فيها طاقه الارقام التي اعشقها وهي لعبه بالنسبه لي فيها بروسيسوس كورال اربعه الله اعلم الان اربعه بروسيسوس كورال يعتمد على البراكتيك يعني راح لانه لا فونداسيون تجي باش تبدا تزعزع لك مفاهيم بعد تلك المفاهيم باش تزعزع الجسد يبدا يتعب باسكو كاين حوايج مرسخه في سنين باش تبدا تخرج لي بروسيسوس اللي راح يديروا في لا فونداسيون هذوك الاربعه راح يساعدوا لو كور انه واو يزرب ديك بسرعه تجد نفسك اربع ايام خارج منها او هو الصراحة أن تختار هذا بحلي قلتي مجموعة الناس كيقولوا بغيت 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 ولكن ماذا تفعل ومام الفعل لازم الفعل الصح مع الشخص الصح في الوقت الصح ماشي أريد 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 ولا ندير لي فورماسيون صراحة أنا كنت كنقولها على راسي كان راجل كيقول لي مجموعة الناس ولا ميم حنايا كنختاروا كتبة وعندنا البيبليوتيك كنقولوا ديك الآية ديال كان الحمار يحمل أسفارة يعني عنده معمر 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 ولكن اش كنديروا بهم فتغيرت يعني تغيرت كان هذا أوسي من بين الأسباب ولا النتائج فلعل الإحسان لعل الإحسان كلنا كنبغيو الإحسان كنا نبتغي الإحسان ولكن لعل الإحسان أن تحسن بنفسك هي أنه تفرغ نفسك تفرغ الجسد ديالك الفراغ عرفتي شنو الفراغ لكي يتجلى هو عبرك عن طريقك ففعلا فعلا منبع يسر فيها يسر فيها فرح فيها سعادة فيها وفرة فيها سبحان الله فيها يسر سحري يسر يعني بلا ما نقول بلا ما نفكر نحفظ الأسئلة ولا هذا صافي ملي كتبقى كدير وكتدخله بصدق وكنقول على صدق ما فيش حيت الصدق هو أنا داخل ومتوكل توكل الغريب بحالي ما عارفش عارف والو مسلم تسليم مسلم تماما تسليم جذري انا داخل وصافي حيت حنا عندنا بزاف التوقعات على المال وبغيت تخرجني وبغيت ترجعني يا حبيبي هي ترجعك الى نشأتك الاولى النشأة الاولى ديالك اللي هي الصفر حاجه ما كتزعزعك انت في تبات اللي خايبه ما تزعزعكش واللي عادي 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 ماشي عادي عادي ولكن فيك تسبح في ملكوت الله فعلا هو صراحه الحديث ما غاديش ننسى اليوم مي روعه وانا اللي نقول لكم هو لو فعلا تبتغي الاحسان فاحسن بنفسك واحسن بنفسك انك تسمع نفسك ملي كنقول بذاتك ماشي نفسك بذاتك بروحك احسن بيها خويها وكون أنت هنا والآن وهذا شيء خصو وسائل عمليات جسدية عمليات مش عمليات جراحية فعلا جراحية بالجسد ولكن برقي وباللطف وكدير هكذا وكل شيء كيتحيد لك يا سلام فطلق في الوقت الصح
مع الشخص الصح وصافي، احسن بنفسك. ممتنة جدا. انا عندي دوره تقريبا حكينا قبل انه او صار راح تدخل معي في احدى الحلقات في ابتغي قربك اثنين، اوكي؟ وانا فرحانه جدا بصراحه. فرح وراح جمعتي بتذكر اللي راح ياخذوا معك 4 ايام فونداسيون. انا اقترح امر اخر جاتني اللحظه، انا اعشق طاقه اللحظه. بسم الله. يوم دير يوم راحه تبدأ لها فونداسيون وقبلها بيوم في دورة أكسس، حتى اللي ما دخلش مثلا ما داش قبل يقدر يديرها معاك أو يحب يعيدها معاك أو فرصة جميلة أن تبدأ دورة أكسس. أها علاش لا؟ أها مختلف، طاقة تكون مختلفة لما تقدمها وأنت فاسيليتاتور سي أف بي أف، مش كيما سي أف بي أف يعني بارس فاسيليتاتور، أوكي؟ معناها نهضر مع الناس كيف هم سبيسيفير. دونك وانت سي اف وتقدم اكسس كان شو اساس، واو واو، غتكون فرصه جمعت بسكره حتى اللي ما قبلش يحضر معك فونداسيون يحضر معك الاكسس بارز. ياك اكسس بارز صافي ندير حبيبي لازم نقعد بعد سيكل في ستوب لغا بوم على بالي بلي صفحه البوم، اوكي؟ هي التاريخ متاش راح يكون انصار 27-30 ماي، يعني جوست قبل من بعد رمضان، وغتكون حتى دورة الأنوثة وغتكون دورة الثدي ليسا. دورة الأنوثة ودورة الثدي تقدير ليسا نسمعها ليسا. واو سي كوا هاد الدورة؟ انا اول مرة نسمع بها اصلا. نديروا ليها زوم ديالها بوحديتها. واو باش ما دورة التدي، لأن التدي يحمل أشياء كما يتجلى فيه أشياء رائعة للأنوثة وللأنوثة. إحنا عارفين بأن الأنوثة طاقة كينونة الأرض، طاقة العطاء، طاقة الجمال، طاقة الخفة، طاقة السرعة لما خصني يكون سريعة، وطاقة البطء لما خصني يكون بطيئة. فالتدي يحمل واو خلطة زين كامل، اوكي؟ هي خليط من الطاقات. يا يكفي انه بالمرأة يتواجد بيت القدسي اللي هو الرحم الارواح. فهي تحمل مكان مقدس بذاتها. جميل جدا الحديث معك. هذا هو اللي نهضروا عليه في لاكلاس فيمينيتي. لاكلاس فيمينيتي نهضروا على دوره الانوثه الراقيه والقويه، نهضروا على الرحم، العجان اللي هو لو بيريني، الفرج هو فرج يفرج. نعم كونسي جامي يكون معاك ماشي مدام سيربريز، ما تعرفينيش كيفاش الله كيفاش. مرحبا بك. هو انا يقول انا نروح في تلدات اذا كانت الطاقه قويه معايا جو ندخل تما. مرحبا بك. هي فعلا انا كنقول المراه او الانثى شفاء لكل داء لما تتناغم مع كينونتها. واو. المراه رؤيتها شفاء، ابتسامتها شفاء فعلا لكل داء. وانت غير جالسه ما نهدرش معاك، وانت غير جالسه المراه فعلا الى تناغمت وأصبحت هي كما هي فهي شفاء. وماشي عبثا أن الله سبحانه وتعالى خرج صورة نساء، يعني كاين أسرار. فلمن ابتغى ولمن ماشي أراد، ماشي أراد، هذه فايتة الإرادة، هذه باش تجي باش تستقبل هذا الشيء. تكون عندك همة، خصك تكون عييتي حيت حنا ما كاينش رغبه مع النيه. الرغبه هي من النفس والنيه هي الموضوع. دونك سو ميلونج ما بين النيه والرغبه لما يمتزج. واو. الهمه عاليه الهمه. اوكي انا غنمشي، انا كنعقل باش يلا دخلت الاكسس كونشسنس. انا قلت جو سوي واحد النهار كنت درت لا واحد المره درت لا دوزيام كلاس فونداسيون ديالي، وفي الطريق
انا ام الطفلين، دونك كنت درت لا كلاس في بلجيكا وكانت الطريق بين داري ولا كلاس فيها ساعه ونص، وبغيت نبقى نرجع لداري ساعه ونص في الصباح وساعه يعني ثلاثه سوايع. قلت لا انا ما هربتش تما مادام انا خليتها في بلجيكا دونك نديرها قريبه. فالنهار الثاني درت حادثه سير، حادثه سير بالطوموبيل ديالي، الطوموبيله كامله تضغطات هذا، وعيت لهم، عيت لهم قلت لهم رانا نجي مع طلال انا درت حادثه سير. قالوا لي شنو وقع؟ قلت لهم شوف الطوموبيله راه دارت، ولكن انا راني غريب الامر، انا حالي فرحانه سعيده، شوفوا انا ندير كيفاش باش نجي عندكم. وبقيت كنقول ملي وصلت عندهم بون جات السيده حطيت ديباناج داكشي كامل، ملي وصلت عندهم قلت لهم شوفوا انا الان جو سوي بريت ا تو الان انا قبل ما نكون سي اف جو سوي بريت ا تو بيردر اي جو سوي بريت ا تو غاني. نورمالمون ملي كتكون بهاد حيتاش ما كاينش ماشي كلام، هو فعلا قوه كنقول اه واش قدرت تفقدي هادشي وهادشي وهادشي. كنقول انا الان لكي اكون انا قادره ومستعده لفقدان اي شيء واي شخص ومستعده لاربح اي شخص. وعاده لما كتوصل لهادشي هذا كتكون كتربح اكثر ما كتخسر، لانه كيبقى الربح والخساره هي فقدان، كتبقى التجربه لاي حاجه وكتبقى سبحان الله السحر كتولي اكثر سلاسه، العلاقات ديالك اكثر يسر. فسي بدات تقعدوا اجيو على الوفره، لما تصل الى ذروه الوفره انك يجي كل شيء مش فارقه معك، يروح كل شيء مش فارقه معك. هذا معنى الوفره، هذا معنى اني اعيش الوفره. يا وهنا يبدا، هنا يبدا يلعب التجلي لاكتواليزاسيون ديال المانيفيستاسيون. هنا تبدا امور، احنا في الدوره اللي راح نديرها ايضا حول التجلي، فيها امور حول التجلي ان شاء الله. ان شاء الله موفقه جدا في بسكرة، والناس بسكرة ما شاء الله مش لانها الناس لان حقيقه اوكي طاقتها طاقه كثير رهيبه، يكفي انه فيها اكثر من 300 تابع وصحابي مدفونين هناك شيء من عقبه بن نافع وجماعته كامل، حتى كاين الصحابه مدفونين هناك. شرط تروح المنطقه تزورها سيدي عقبه، هي 18 كيلومتر على بسكرة، طاقتها مش عاديه رهيبه جدا لما تجي داخله، جمعت انرجي والناس عندها حس بالهبوط وتتحسس تشعر بذلك المكان. فانا اراها والله العظيم منطقه جد مخيره وانا اعشقها جدا، ولحد الساعه دائما في راسي بوكو بزنس فيها. يعني انا اقول شجره اللي ما تفرعش على ماليها ماشي شجره. عندك الحق، المقربين اولى مالغري اكسس وكل شيء، تاع المفهوم قاعد راسخ ما راحش تنسى، لانه حقيقي نحب ننفع ناسي وليليا، ودائما الله يقولك الأقرب ليا. وانت جدا من هالسويعات راح نقول لي ومش باش يا ان شاء الله عندنا احتمال نعمل زوم بعد 3 ايام او 4، وممكن نعرض فيه ناس اكيد انهم يكونوا معنا في الزوم في زون دي كيسيون سور لا فونداسيون ولا ناس من بسكرة. ولا علاش برك من بسكرة، ممكن جدا يكونوا حتى من مناطق اخرى ويهبطوا بسكرة للصحراء، يا واي نوت. ان شاء الله يا رب العالمين. ايه بوكو دو غراتيتود انصار، لانك جميل جدا اني امضيت معك الساعات كل حكينا فينا وحكينا اسرار وحكينا اي سي تي سي بو سي بارتاج. صراحه صراحه ممتنه لك جدا جدا. شكرا شكرا، في لقاءات قريبه جدا باذن الله. باذن الله انا ممتنه لك. شكرا شكرا للناس اللي غادي يسمعونا، مرحبا بكم معنا. انا على بريس انيشاتيف اوكي دونك سارة من بسكرة من نعم. وي نعم شكرا، كان من هنا كندير من هذا المنبر كنوجه لك تحية سارة. نعم. أي واحد عنده رغبة في أنه يتواصل مع سارة، يا لأنه هي المسؤولة، أنا فقط جاتني الرغبة أن أشارك الأمر بطريقة غير مباشرة وشاعت مباشرة، فحبيت ذلك يعني طاقة تحرك، يعني مؤخرا ما نيش تحرك بزاف، ما نيش جاتي بغير مع روحي زي كل ملاه، il y a une énergie qui a bougé donc j'ai avancé voilà. Donc je redis que beaucoup de gratitude à Access Consciousness, beaucoup de gratitude à Ansar, bien ou الناس اللي دخلوا في Access من بسكرة وغير بسكرة يدوسا واللي راح يكون معك ادرك انه راح يعيشوا ايام 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 وعوالم. فمرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. يعني اوكي استعملت مفردة زعزعني انا وعوالم. إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك نجات. شكرا شكرا. الله يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.